قبل الدخول في هذه التجربة يجب أن تؤمن بنسبة 100% أن التخاطر سوف ينجح معك. أي محاولة شك أثناء الجلسة أو بعد الانتهاء من الجلسة على مدار اليوم قد يفسد التجربة. استلقي في مكان مريح وهادئ بالوضعية التي ترتاح فيها. لا تحرك جسدك أو تفتح عينيك حتى انتهاء هذه الجلسة. سوف نقوم بتنفس البرانا وهو 7 أنفاس من الأنف وحبس النفس لثانية واحدة ومن ثم السفير لمدة 7 ثواني لنبدأ. مشددا مرة ثالثة مجددا. الأخيرة ممتاز. الآن ركز على منتصف جبهتك مكان العين الثالثة. تخيل هناك ضوء أزرق على شكل حبل ماسي كريستالي ينبع من منتصف شبهتك إلى الأعلى خارج المكان الذي تتأمل فيه. سوف أعطيك 20 ثانية لتشعر بهذا الشعور. جميل جدا. والآن تخيل أن هذا السلك الأزرق المضيء الماسي الذي نبع من منتصف عينيك يجذب لك الشخص الذي تريد أن ترسل له رسالة دينية. يسحبه من الأعلى حتى يقف أمام جسدك الآن. يسحبه بكل بطء شديد
وصولي للرقم واحد سوف يكون أمام جبهتك متصلا بحبلك الماسي. 10 9 إنه يقترب أكثر. 7 6 5 تستطيع رؤيته من بعيد. 4 3 2 بينكم مسافات جدا بسيطة. 1 وهو أمام عينيك الآن. انظر إليه بتفاصيله الكاملة بجسده ووجهه بصورة مصغرة. تيقن أنه متصل بك الآن. اطلب منه السماح. ركز الآن على شاكرة القلب، الشاكرة التي مكانها منتصف الصدر. ركز وعيك عليها. نعم هكذا. وركز وعيك في نفس الوقت على عينك الثالثة، وتخيل أن هناك ضوء من اللون الأخضر ينبع من جبهتك إلى هذا الشخص. وعينك الثالثة لا يزال الحبل متصل بها ومتصلة بهذا الشخص الذي أمامك. اطلب منه السماح من كل قلبك مع التركيز على الشاكرتين. ممتاز. تخيل انه يبتسم اليك الان ابتسامته الجميلة الصادقة التي توحي بالحب والاطمئنان السلام. هو الآن يقول لك سمحتك من كل قلبي. جميل جدا. الآن ارسل له فكرتك الذهنية التي تريد ارسالها، وتخيل أن أثناء إرسال هذه الرسالة عن طريق هذا الحبل، الشخص الذي أمامك يستقبلها بكل لطف وحب وحنان. ارسل له الآن مع التركيز على الشاكرتين. جميل جدا. هالة من الحب والاطمئنان. تخيلوا أنكم أنتم الآن في نفس الدائرة، دائرة يحيط بها اللون الأخضر، اللون الأخضر العشبي. هالة طاقية تمنع أي سواد يدخل إليكم. استمر بنقل أفكارك له. حافظوا على ابتسامتكم الاثنين أثناء إرسال الرسالة. والآن ارجع هذا السلك إلى عينك الثالثة. ارجعه بكل بطء شديد.
تابعة من شاكرة قلبك، ارجعها بلطف إلى جسدك. ممتاز، جميل جدا. الآن قل للشخص شكرا جزيلا على مسامحتي. الآن يذهب بكل بطء إلى المكان الذي كان فيه، يبتعد عليك ببطء شديد مع ابتسامة جميلة كما تتهن أن تراها. يبتعد أكثر وأكثر. ها قد اختفى الآن. الآن خذ معي 3 أنفاس بطن شديد. الآن افتح عينيك. إياك أن تظن أي ظن أن رسالتك لم تصل. تيقن 100% أن رسالتك وصلت إلى هذا الشخص، وسوف تأتيه على هيئة إلهام. ربما يفكر فيك في نفس اليوم، ربما اليوم الآخر، أو ربما أثناء النوم على هيئة طيف.